اشنو؟ هل شو؟ تك بزيت واخا واحد المثل زويون وعزيز على صابا عزيز عليكم كاملين وراه وقتي راه تنحاول ندور لهذا الشيء وهذا الشيء راه تتبان لي ناعس وعيد هاي شي صلاه المكناسي جوابو فمو والتطوالي عبد الرحمن القاسمي نائب رئيس مجلس مقاطعة سلا المريصار مكلف بالتنشيط المحلي. اليوم المجلس ديال المقاطعة كينظم حفل على شرف المضافات والمستشارات ديال مقاطعة سلا المريصار بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من أجل تكريمهن بهذه المناسبة، وكذلك نتوجه لهم بخالص التهاني والتبريكات بهذه المناسبة وتشجيع ديالهم كذلك على مواصلة المجهودات اللي كيقوموا بها في سبيل الرفع من المردودية ديال 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 المجلس. وهي مناسبة كذلك باش نوجهوا التحية والتقدير لكل النساء من خلالهن لكل النساء المغربيات على الـ 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 على النضالات ديالهم وعلى الحقوق اللي تمكنوا انهم يحرزوها في المغرب، وتنتمناو انه ترفع مجموعه ديال الاكراهات اللي باقا تتوقف في وجه تحقيق المساواه والمناصفه والعداله الاجتماعيه. خويلي رشيده مستشاره بمقاطعه المريصه، اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للمراه، وكنوجه واحد الشكر الجزيل والتقدير للسيد الرئيس اللي دائما يعتني بهذه المناسبات، وكان اليوم الحضور ديالو مميز، وكان حفل فيه هدايا وتميز للمرأة المستشارة والمرأة الموظفة بكل مقاطعات المريصة. ولينا شرف اليوم اللي كنحتفلوا بهذا اليوم العالمي للمرأة، وكنتمنى لنساء المغرب التقدم والازدهار في كل الميادين. السلام عليكم، نادية الفرجاني مقاطعة باب المريصة. بخصوص اليوم التكريمي ديال المرأة، هذا تشجيع للمرأة لأن فيها الأم فيها الأخ. هذا الحفل بعدا كان من التنظيم ديال مصلحة النشيط المحلي اللي هي في قانونيا يعني هي اللي معطي لها هذا النوع ديال الأنشطة، واللي بيان سوغ ان هاد النوع ديال المبادرات وهادشي قلت لك دائما تيرحب بها السيد الرئيس، وبيان سوغ بالمعاونه مع الناس ديال المصالح الموظفين ديال المصلحه، وزائد بيان سوغ مديريه المقاطعه اللي كانت تعطي التوجيهات للموظفين لانجح هذا الحفل. شكرا على المشاهده، اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.